نظام كستو كل لحظة وجد كي لقى لها يوحي بلشد وكل شيء سي شكي كم تشروا إنه هاليس كسوجي هي عمري سياسي تريتان كيس بقى هاليس كستو ها تنك ترت الصومالي لان يعبسوا البكو جذاما وذا شركة بلشم ملك وذا نول وهرمودوه ولا آمن سي هي نيس سبب صندونتو وكان حمو مدي وقدرني أو وقت كان أهله وشعب كصومالي لان كل كدوني ذا لقيها يه جاميها وحل الروميسي هاي إنه يهي قفل غضايده أو مد أنت إذا كلت سالوا كاسو ربي وين سيئت الما مصر أو كسو عندك كأنت سكله سومالي لان هات مجروه جامية هاسي أو واحد تاجن حال ظل يسلي الدرية هاي لما في علده جامية تلظ هيانا وكو عكسكو الربيتان كشعب كنا أولاد ونا قداش لي إيه هات قنع هذا كتاجن لان كاستبا يدو عدك استابا كررق سنتاي هيرك سومالي لان اي كمراي سو ايحدا سد بورسيقا قرابا كيلكا بوبكا يه نظام كودو رشادا عصابا ديد ايا واحي نوار بحينتن كو ايجينا مغنانشاها ميل لوير كدو يه سيداي اوتاهاي هالكا سرطو كدمتاي ميشي لوير كان لها واقل كدالكا لوغا الرميه واحد دباهان مغان استامي يهو قامين تعقلي اهان مامولي دقنان يه حيلكا سنمو انتبا وقاميها او نغول لها مدها فكر كيسا قولا ساريكو حقي چلها إسوغو عديك سان ايا مكاشا قيسين ايا ومدودن ايا سومالي لان هاتن هاول قليي ارداغي سو كاليا عيدا مدى قرنك وحا لوغو يورا يو قليه سو حكومة دوار نغو مساقنا واسي دي قرغ لوغة تليا سومالي لان وامدح تو يدي غسريغا ايا ينو مركان غوران سندونا مدح تو يدو ومرايد دلقا دي هانكرو عمان إيه السمان هو قامين تقر وذين كتلا أمداد لغو آميني وحي تسالة أوتهاي وحوضة لها انشاها بلشادة نظام كاسي شيسك كوا أما وحوضة ديستاي هل كاسي تاسي مطالو وابؤدة تسالة فوشحون إيه ميسان كفدنا دول كتالو تنكالين دلدلان تاي لأجل هو قامي عدالة أي كالعرابين قصري قوا قرو حلقا لو عدلي يقويس كليا ومدال هل أردا وذي جيرو قرميان وحانا يالا سور حقيقينيا وقاميه وحا كلي رالي قلينا يا عيتهاي أبو داك إهل إسر يا أنيقا يحيقا هدي بلشدو أنفرير لا أهيد حافيسيه دا كالدوان يدالك وحال أرداء أحيدان هدي أي جرتي رجش عبوينه كاقبي هالك أوصر رئيسة وقرسوريد بلشو وحين واربحين تنكو إفتي من دونا سيدا قصري قم دحتو يدا سومالي لان حلي قن أيهاي كوبتن لقصور ديقا إحدي يسامي قيبسي لإيدا حافيسيه دا دولدة كو عيدا مضا يها إذا كالدوان يكالي وحي هي قيبها كلا دوني غورغا دالكا لوغا تالي وايمسا يا مامولا ككلا ارميا سيدي لوغو خوشا ما حاسس سببي مدحوين بيخ نوقدو مدحوين هي اوغو هري سومااليلان اي ارداغيس اوغو مودان يهي بولشادا مدحتويدا وخا غاسينكيدا غود مدحكا غاسيم محمد علي بله مامولكا دقالها هي حساباتكا مدحتويدا وخا غاسيمكا محمد اسماعيل خاصنجيكا غود مدحتويدا وا محي الدين تيابو أقاسمها وعي قلنت يورباهن تمدح تويد ونازر يوسف أقاسمها مامرك يشقالها مدح تويد وسعى الشيخ موسى أقاسمها حرير كددوينها مدح تويد ونعيمة قليحة حقيها مدح تويد وعبد فتاح مرسل أقاسم ككيد كي أركي في يد مدح تويد وفرحان عبدي حقيها قار كي مدح وينه ومبارك إسماعيل أقاسمها قرشين تي مدح تويد انت أصبه وقويسك أرداغة جفدة يباشا مدح وين موسى بيح عبدي oo isagu kursiga ugu sareeya ee guriga ku fadhiya waxaanay dhamaan ku magacaaban yihiin qalinkii ummada u hayay madaxtooyada Soomaaliland oo xilligan hadda ka foolxun qasriyada boqortooyinka reer Carbeed waxa intaas ay u sii dheer madaxweyne Biixi go'aaminta uu ku gaaray in madaxtooyada uu la guuro tuulada jifadiisu ka degto duuleedka Hargeysa tuuladaas oo lagu magacaabo xaraf ismaha madaxtooyadaasi oo malaayiin dollar ku baxayso ayaa xilligan bartamaha maraysa waxaana bulshada Biixi xukuma aaminsan yihiin madaxtooyadii dadweynuhu lahaa sababta uu tuuladaas ugu rarayay tahay sidii dhulka tuuladiisu qaali u noqon lahaa madaxtooyada cusubina ay suuqeyn u noqon lahayd tuuladiisa xaraf